عزيز مهاري فنان رجوع وصار في شباك وعادل النتيجة وعادل هو التنافس في أجواء الثاني لقد هو التنافس في أجواء المسابقة وفي أجواء اللقاء يعادل أرشاد صاحب الفنيات صاحب المهارات تألق كثيرا في شوط المباراة الثاني لقد التوغل وغرب الاندفاعات العراقية ليصور كرة قوية صعبة منزلة عكسية على يمين الحارس علي عفادي التعادل يعود من جديد لنتيجة اللقاء المهمة في خارطة كرتنا تبدأ مبكرا مع الكبار أمر مهم هذه محاولة خطيرة للشباب للشباب هل يحضر الهدف الأول ممكن جول ممكن جول جول أول أرشد العلوي في ظهوره الأول يعطي الشباب الابتسامة الأولى والشباب بشبابه يتقدم الشباب بشبابه يتقدم الله على بداية الله على كرة اختطفت بشكل جميل وتم استغلالها بشكل متميز لأن يتقدم الصبور بأول أهداف هذا اللقاء حلوة اللعبة حلوة اللعبة وجميل هذا الحضور من أرشد العلوي أي حضور هذا في اللقاء الأول لهذا اللاعب الشاب لاعب الشباب يراهن على شبابه ويأتي بالخبر السار الأول شوفوا معي الهدوء والثقة العالية يضع الكرة باقتدار في مرمى الحارس هاري نجم أول أهداف المباراة لصالح نادي مرباط أو الشباب في مرمى مرباط يا سلام يا سلام يا سلام الهدف الأول له من شأن أن يعطي المباراة بعد آخر في وقتها العلوي الله هدف أول ضربة أولى للمنتخب العماني عن طريق أرشد العلوي وضعها نعم على يمين حارس المرمى معلنا عن البداية معلنا عن الدقة العلوي خطير للمنتخب الله الثاني نعم محمد القايدي ينتظر المباراة أرفية محمد ممتاز إلى ثامر تسديده وحارس المرمى وفي المرمى جول جول خامس الآن يسجل بقدم أرشد العلوي أرشد العلوي يسجل خامس أهداف منتخبنا الوطني للشباب فرصة فرصة نعم لأن يسجل أكبر عدد من الأهداف في هذا اللقاء هدف خامس من أرشد العلوي سجل هدف الشخص الثاني لاحظ التسديدة رائعة من أرشد وحارس المرمى لم يتعامل معها بالصورة المطلوبة وبالتالي عبرت إلى شباك النيبال وسجل أرشد العلوي الخامس الهدف خمسة صاحب الرقم ثلاثة هو من يشترك الآن كرة لمصلحة منتخبنا خطيرة كرة الهدف الثاني 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 برافو جول ثاني الآن يسجل لمصلحة منتخبنا الوطني للشباب بقدم أرشد العلو أرشد ينجح في تسجيل الهدف الثاني ويضاعف الآن النتيجة لمنتخبنا الوطني للشباب لاحظ كرة أرشد العلوي يضع يزيد يزيد الرواحي يزيد وخمسة لاعبين في منطقة الجزاء وستة لاعبين حلوة الكرة حلوة الكرة الله طريق أحمد المطروشي حلوة الكرة الماضية ملعوبة بشكل رائع في اللقطة الماضية هدف أول الكرة والتسديدة الثالثة في المرمى لعب اللقطة الماضية في المرمى عن طريق أحمد حلوة اللقطة من الركلة الركنية هدف ملعوب هدف على طريقة كبار
اللقطة الماضية أو كانت من أرشد. شوف 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 هنا اللعبة هنا تزيد. الله على اللقطة الماضية من أرشد العلوي، من أرشد عصام يلعبها خلفية وأرشد في المرمى. يا سلام يا سلام، جمالية الهدف، جمالية كرة عصام، والكرة الماضية تهز شباك المنتخب الأردني الأولمبي، ومنتخبنا الوطني الأولمبي يتقدم في اللقطة الماضية عن طريق أرشد العلوي في مصلحة منتخبنا الوطني. عرضية حاضرة في منطقة الجزاء من قبل لاعبي منتخبنا. تسديد الله الكابتن راشد جابر، محاولة خطيرة خطيرة، الرابع نعم يسجل رابع الأهداف. العلوي تقدم ثم صوب قوية. أوه يا البكري، من الله على أرشد، الله على ما يفعل أرشد.